قال للمزيد حول تزايد النفوذ الإيراني في اليمن وانتهاكات ميليشيا الحوثي ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي. أهلا بك معنا سيد توفيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. يعني سيد توفيق، وفد ميليشيا الحوثي يذهب إلى إيران ويلتقي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولكن اللافت هو تصريح رئيسي يعني تنديده بالتدخلات الخارجية في اليمن. ما رأيك بداية في بهذا التصريح؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في البداية، وجود وفد من جماعة الحوثي في تنصيب الرئيس الإيراني رئيسي هو يعطي رسالة واضحة إلى أن اليوم هذه الجماعة أصبحت جزء رئيسي من السياسة الإيرانية في المنطقة، وأنها اليوم جاءت إلى طهران لحضور مثل هذا المراسم لتأكيد الولاء لهذه الجماعة للدولة الإيرانية، وأنها أصبحت جزء منها. وبالتالي رأينا حتى في حديث الحرس الثوري عندما تحدث عن الحرس الثوري وأذرعته في المنطقة، وهو كان يقصد من ضمن هذه الأذرعة جماعة الحوثي إضافة إلى حزب الله وغيرها من هذه الميليشيات المسلحة التي كانت جزء من الاستراتيجية الإيرانية في تصدير الثورة منذ إيران. اليوم رئيسي في هذا الصدد، اليوم كأنه يريد أن يقول بصريح العبارة أنه هو المتحدث باسم جماعة الحوثيين، وبأنه يقصد بالتدخل ويقصد التحالف العربي والإمارات، وأنه لا يروا أنفسهم إلا جزء أصيل من التحالف الحوثي، وأنهم أصبحوا جزء أساسي من هذا من الوجود داخل اليمن. والجميع يعرف أن اليوم التواجد الإيراني في اليمن سواء بمستوياته المختلفة الثقافية والفكرية والدبلوماسية والعسكرية لم تعد خافية على أحد، وربما احتفالات اليمنيين الأخيرة بيوم الغدير تؤكد أن اليمن اليوم أصبحت حتى من المنظومة الثقافية والدينية جزء أصيل من المنظومة الإيرانية في المنطقة. نعم، رئيسي أيضا وصف ميليشيا الحوثي بأنها مثال لما سماه مقاومة الاستكبار العالمي. السؤال هنا، كيف يمكن قياس فعل وتصرفات الحوثي مع الشعب اليمني على أنه مقاومة؟ هذا الأمر في حقيقة الأمر هو يتعلق إذا جاز التعبير بديناميكية الحركة الشيعية التي ولدت في عام 79 من قبل الخميني نفسه. هذه الحركة تقوم على فلسفة الثورة الدائمة، وبالتالي من أجل أن تبقى أتباعها في حالة ثورة، في حالة هيجان، في حالة قتال دائم، لابد أن يتم استحضار كافة المصطلحات التي ولدها الخميني، وهي في حقيقة الأمر مصطلحات متعلقة بالإمام الغائب، بمعنى أن معركتهم دينية منذ الأزل وستبقى دينية إلى أن يعود هذا الإمام. وبالتالي هذا عملية الاستكبار العالمي هي من أجل حشد الطاقات البشرية لتحقيق أهدافهم، لكن على مستوى الواقع فإنه لا يوجد استكبار في الأرض. كل الأفعال الحوثية تمارس ضد اليمنيين، عملية الاعتقال هي لليمنيين، عملية تفجير البيوت هي لبيوت اليمنيين، عملية القصف هي تطال منازل وأحياء اليمنيين. لا يوجد أي استكبار في على أرض الواقع. المستكبرون اليوم في اليمن هي جماعة الحوثي التي استولت على السلطة بالقوة واستولت على أموال اليمنيين وطردت اليمنيين وهجرتهم من بلدانها، وبالتالي هذا التصريح هو للاستهلاك الداخلي فقط، وأيضا لدغدغة مشاعر الحركات الشيعية اليوم الموجودة في كثير من المناطق. نعم، بالمقابل وصفت السعودية تسليح إيران لميليشيا الحوثيين بالخطر الذي يهدد الشحن البحري الدولي. هل من الممكن توقع تدخل دولي لحماية التجارة العالمية التي تمر من خلال اليمن؟ أنا باعتقادي هذا التصريح ليس جديدا، وباعتقادي اليوم حتى التلاسنات العسكرية التي نشاهدها بين السفن
والاتهامات المتبادلة بين الإيرانيين والأوروبيين هي تأتي في إطار الضغوط لتحقيق ربما مكاسب سياسية متعلقة بالمفاوضات وغيرها، لكن لا نتوقع أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك. تسريح الإيرانيين لجماعة الحوثي ليست جديدة، تقارير مجلس الأمن، تقارير فريق الخبراء، تقارير تحقيقات صحفية كلها تؤكد، بل رسمت الطرق التي تأتي من خلالها الأسلحة الحوثية الإيرانية إلى داخل العاصمة صنعاء، وقضية الخبراء إلى غير ذلك. ولا يخفى على أن السفير الإيراني اليوم يدير هو معركة عسكرية وليست دبلوماسية موجودة في صنعاء، وبالتالي أنا لا أعتقد أي تدخل في هذا الإطار في هذا الخصوص إلا إذا شكل خطر حقيقي لإسرائيل. وباعتقادي وجود خطر إيراني على إسرائيل أمر مستبعد كثيرا لمن يقرأ الصراع في سياقه العام، السياق الكبير. المجتمعات الأوروبية اليوم ترعى مصالحها بهدوء مع المجتمع الإيراني بغض النظر عما نعم. سيحدث أو عن مقدار الدول والعواصم التي قد تسقط في يد إيران. إذن المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي، كنت ضيفنا عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك.